أنا عبد. جلبني تجار الرقيق عنوة وباعوني في سوق الجلابة بثمن بخس، لأنني كنت نحيلاً وصفرتي تغلب سمرتي، لدرجة أن من اشتراني ظن أني مريض بالطاعون، فأعادني إلى التاجر واسترد أمواله، فأبقاني التاجر الأخير 3 أشهر، وحينما رأى مني أشياء عجيبة أطلق سراحي. كانت هذه كلمات إبراهيم كتخدا السناري، هو أحد المماليك التابعين لمراد بك، والذي لقب بالسناري نسبة لمدينة سنار بالسودان. حيث عمل بواباً بالمنصورة، ثم انتقل إلى صعيد مصر، وتمكن من الاتصال بالأمير مراد بك، واحداً من رموز المماليك في هذا العصر، حتى أصبح من أعيان القاهرة، وهو صاحب بيت السناري المصري، الذي يعتبر واحداً من القصور الفخمة الباقية التي تم بناؤها للصفوة. يقع هذا المنزل في حي الناصرية بالسيدة زينب، حيث تم إنشاؤه في عام 1794 ميلادية. اللي يدخل السيدة زينب يحس بالعبق وبالتاريخ من خلال الناس، من خلال الأفكار، من خلال التعاون، أساليب الحياة، ويضيف لجمال ده كله بدون مبالغة، يعني بدون مبالغة أكتر من 10 أو 15 أثر يعود للعصر الإسلامي بما فيهم بيت السناري احنا موجودين فيه دلوقتي. إبراهيم السناري صاحب المكان كان واحد من كبار رجال الدولة، كان تقريبا رئيس وزراء مصر، فما بالكو ان رئيس وزراء مصر بيبني قصره، فحاجة فخمة جميلة، ودي اللي دفعت الحملة الفرنسية ورجال الحملة الفرنسية ان هم يفكروا في ان هم ياخدوا بيت السناري. تمت مصادرة هذا المنزل من قبل الفرنسيين عام 1798 ميلادية، وذلك لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي جاءت بحملة نابليون العسكرية، حيث أقام فيه بعض من المصورين والفنانين. فبعد دخول الحملة الفرنسية مصر كان مر على البيت فترة بسيطة من فترة بنائه، والبيت احنا بنقول عليه بيت لكن هو في فترة البنى كان اسمه قصر، فبالتالي فيه كل ملامح الفخامة والعظمة والعمارة الجميلة اللي دفعت كمان علماء الحملة الفرنسية، لأن الحملة الفرنسية كان مصاحب ليها لجنة علمية اللي أنشأت حاجة أطلق عليها بعد كده المجمع العلمي. اللجنة العلمية دي كانت مجموعة من الفنانين والرسامين والمهندسين اللي أنتجوا كتاب وصف مصر. البيت في الأصل كان بيت شيخ تجار الشخبندر التجار المصريين، كان تقريبا من ناحية التجارية كده يكون يعني معادل رئيس الغرفة التجارية، رئيس غرفة الصناعات، اللي وضعه في وسط المصريين هنا، وإكراما ليه اتنقلت كل الحملة، اتنقل كل علماء الحملة عنده هنا، وفضلوا فعلا أكتر من سنتين أو ما يقرب السنتين، كان يعني منها يعني مصدر إشعاع جميل جدا جدا للمصريين وتقريبا للعالم كله. إن تاريخ وعمارة بيت السناري يأسران كل من يتابعهما فيتلهف لمعرفة المزيد عن هذا المنزل، وخير وسيلة لاكتشاف هذا الأثر الرائع هي زيارة هذا البيت والتعرف على تفاصيل تاريخه وعمارته. إن هذه المباني الشامخة لا تحمل في طياتها الماضي فقط، فهذا المنزل يحتضن الحاضر الثقافي لمصر، فهنا تقام دورات تدريبية ومعارض التراث العربي والإسلامي، فهذه الاهتمامات الثقافية هي مبادئ مترسخة في عقيدة مكتبة الإسكندرية التي تشرف على إدارة بيت السناري المصري حالياً.